مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر الصادم من مدينة هوارة، وبالضبط من دوار الكرارمة نواحي هوارة. في لايف سيصدم كل المغاربة، خاصة وأنه يتعلق بمأساة إنسانية، مأساة اجتماعية كما كتشوفوا إخواني الكرام. فقبل كل شيء كنتمنى من أي واحد يعني يدخل هذا اللايف أنه يبارطاجيه على أوسع نطاق، لأن هذا الشيء اللي غادي تسمعوه فربما سيصدم كل المغاربة، وسيصدم يعني مجموعة من الناس اللي كيتفرجوا معنا في هذا اللايف المباشر. كما كتشوفوا هذه يعني أسرة وشاب متزوج وأب لثلاثة أطفال، بطبيعة الحال لأربعة أطفال عفوا، يعني كما كتشوفوا بعد ما قام يعني بتشييد المنزل الأم ديالو وأكمل يعني البناء ديالو، إذا به يتفاجأ بالطرد ديالو يعني رفقة الأبناء ديالو الأربعة والزوجة ديالو، ليشيد لنفسه يعني هذا الكوخ اللي كتشوفوا أمامنا في مشهد صراحة، مشهد تقشعر له الأبدان، مشهد صادم. فربما يعني حسب القول ديالو كيقول بأن الأم ديالو العائلة ديالو ما عقلوش عليه ولا حول الزنقة، واليوم يعني بنا يعني واحد العشاء كما كتشوفوا يعني، وساكن يعني في ظروف لا إنسانية. فغادي ندخلوا باش نشوفوا بطبيعة الحال يعني هذه القصة، وهذا يعني الصراحة هذه الصدمة المحيرة كما كتشوفوا معنا. أنتم كتشوفوا إخواني الكرام يعني فين ساكن يعني هذا الشاب المتزوج، بعد ما تم الطرد ديالو بطبيعة الحال يعني من المنزل، اللي كيقول حسب اللسان ديالو بطبيعة الحال ويتحمل المسؤولية ديال الأقوال ديالو بأنه هو اللي قام يعني بالبناء ديالو، الام ديالو لكنها ما عقلتش عليه ولحتو للزنقه بعد خلاف معها. انتم كتشوفوا اخواني الكرام فين ساكن يعني هذه الاسره، وفين ساكنه هذه الاسره بعد ما يعني وجدت نفسها مشرده في الشارع بدون يعني شفقه ولا رحمه. وبطبيعه الحال يعني الطرف الاخر له حق الرد في هذه الاقوال، اللي كيقول يعني هذا الشاب بانه بنى المنزل الام ديالو، قام يعني بانه خسر يعني مجموعه من الاموال في تشييد هذا المنزل، وبين عشية وضحاها يجد نفسه مشردا وسط هذا الكوخ هنا بمنطقة الكرارمة ضواحي مدينة هوارة. فأي واحد يعني يعتبر هذا الشاب يعني مهما كانت الظروف ومهما كانت يعني الخلافات والأسباب، يعتبروا بمثابة الأخ ديالو يبارطاجي هذا اللايف على أوسع نطاق باش ننقذوا هذه الأسرة، لأنه من العيب والعار ونحن مقبلين على فصل الشتاء باش أن هذه الأسرة تقتن يعني هذا الكوخ، وتقتن يعني في هذه الظروف المزرية كما كتشوفوا معنا إخواني الكرام وعلى المباشر بالصوت والصورة. أنتم إخواني كتشوفوا ربما يعني الصور غنية عن كل تعليق، أنتم يعني فين ساكنة هذه الأسرة، يعني شبه كوخ أو براكة كما كتشوفوا معنا على المباشر، يعني ما مسقفاش مع الأسف. فصراحة يعني شيء غريب جدا باش نشوفه، يعني ان انعدام الرحمه الانسانيه وانعدام ايضا الضمير الانساني باش انه يتم يعني طرد اسره باكملها للشارع، وتجد نفسها يعني تقطن في كوخ في 2022. تفضل سيدي. بسم الله. السلام عليكم. الاسم ديالي محمد الخيار، كنسكن في الكرارمة، دوار الكرامة، جامعة القضية البيضاء. هوارة. اشنو وقع لك محمد؟ عاود لنا القصة ديالك. اشنو وقع لي؟ هاد الناس كانوا كيجيبوا واحد السيد هنايا وكيقوم بالتهديد ديالي، ومن بعد ضربني بالشواقر. من بعد درت هذاك الفيديو معاكم اللي درت معاكم على حساب لأن هاد السيد ضربني بالشواقر. حتى كنتفاجأ بالأم ديالي كدير لي دعوة ضد الأصول. ضد الأصول مشيت تقدمت، شدوني يومين في لابريكات. قدمونا عند السيد الوكيل، السيد الوكيل عطاني صلاح مؤقت. دابا علاش يعني احنا بغينا نعرفوا القصه ديالك، علاش هذيك الدار اللي كنتي ساكن فيها شكون اللي بناها؟ هذيك الدار اللي ساكن فيها انا اللي بنيتها. بنيتها وهذوك البنات الصغار كانوا كيعاونوني كيهزوا معايا بريكه بريكه باش طلعت هذيك الدار. يعني بنيتيها انت اللي بنيتيها؟ انا اللي بنيتها من فلوسي، ودخلت لها الضوء والماء، كل شيء دخلته في السميه ديالي. وبنيت وصبغت وصلحت هذيك الدار مزيان، ومن بعد هذيك الدار ولات كتبان لهم هي صافي، هي الهدف ديالهم. ولاو كيضربوا على هذيك الدار، هذيك الدار كيقولوا لي هي خاصك تخرج منها صافي. فاش قلت لها خاصك تدعيني ولا شي حاجه، قالت لي نعاود ندعي. قالت لي الا ما بيتيش تا سميتو، قلت لها غادي نعاود ندعي. يعني خرجتني الام ديالي، هي اللي وقفت عليا، هي ما رحمتنيش. انا ما تتعرفش كاع انا ولدها، راني تحقيقي ولا ماشي ولدها.
بهذه العباره بحال هكا. علاش؟ لان السبب هذا الخلاف هو واحد السيد كيجي عندهم، فاش قلنا لهم السيد شكون هو، ضربني وتعدى عليا ودار لي 30 غرزه في داري، وفاش ما بيش ندير التنازل تابعت الاستئناف وداك الشيء، هذا هو السبب اللي خلاهم يديروا معايا بحال هكا ويخرجوني من الدار. وبالشهاده ديال هاد الجيران كاملين، الا انا عمرني تعديت عليها ولا عمرني جبدتها ولا شي حاجه، هاد الناس عمر ساكن معاهم 30 عام هادي، الا عمرني تعديت على هاد السيده ولا درت لها شي حاجه هما يشهدوا فيا حق ولا باطل. يعني شحال ديال الفلوس تقريبا خسرتي في ديك الدار؟ هذيك الدار ملي كنت خسرت فيها شي 6 الملايين ولا. يعني 6 الملايين مشات كامله؟ مشات كامله هي، كنت كندير القرعات مع هاد العيالات هنايا وكل مره كنشد قرعه كنبني بيها هادشي اللي كتب الله. صافي دروك ساكن هنايا، هنا فين كيباتوا ولادي، هنا فين كي سميتو، في هاد البلاصه هادي، هنا فين كنسكن، هنا فين لاحوني، هنا فين قالت لي خرج لي من داري وكتشوف بيا بحال هكايا ولحت لي حوايج برا، هادشي اللي عطاني. اضطريت انك تبني هاد الكوخ؟ صافي اضطريت انني هاد البلاصه نجلس فيها بعدا حتى يبان شكون انا. كنت مريض مازال ما حتى الخدمه مازال ما بديتهاش، هادشي اللي عطا الله. يعني كي داير الدور شحال النهار دابا دوزتي هنا؟ هذا دابا شي سيمانة تقريبا ولا سيمانة. انت ولادي هنايا عندي 4 دراري 4 البنيات صغار. كيعيشين يعني في هاد البراك لا اله الا الله، ظروف لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنو دابا كطلب من الناس اللي كيشوفوك، الناس المشاهدين؟ كنطلب من الناس يوقفوا معايا ويعاونوني حتى ندير واحد البيت لولادي فين يستقروا ويعيشوا. هادشي هو اللي يرحم والديك. الظروف صعيبة ولا إله إلا محمد رسول الله. هاد الناس ظلموني على حقي وتعداو عليا بزاف. حسيت بالحقرة، حسيت بأي حاجة. شكون الأم ديالي ما رحمتنيش، رغم أنني ما عمرني تعديت عليها، وكتقول لي هذاك السيد هو اللي ولدي وجابته لي أمامي، دعتني في المحكمة وجايبها لي هو. كيقولوا لي دروك كيهددوك، كيقول لك هذا السيد غادي يقتلك، غادي يدير ليك. وقسم ما هضرت يقول لي بندير لك دعوه ضد الاصول. واش هاد شي واحد كيدير لك دعوه ضد الاصول خاص يكون عنده واحد الاثبات، واحد شي حاجه اللي هي دليل عليه، يكون عنده شهود، يكون عنده شي حاجه اللي هو السبب اللي خلاهم يحقدوا عليا. هو انهم واحد الانسان غريب براني كيدخل عندهم للدار، شكون هو هذاك الانسان؟ هذاك الانسان علاش ضربني انايا؟ شنو السبب معايا انايا حتى ضربني انايا؟ هذا هو السبب. يعني علاش هما ما تقبلوش هاد الهضره واسميتو؟ يعني كاين واحد الحاجه، واحد السيد كيدخل عندك انسان براني غريب ضرب لك ولدك، وكتقولي لي هو ولدي ضروب، كتدافعي عليه كتقولي لي هو ولدي خرج لي انت من داري، هذاك السيد غادي نجيبه انا نسكنه في هاد الدار، هذاك هو ولدي. واش هذا؟ لا اله الا الله. واش هذه ام كتقول لي انا اللي ولدها من دمها والحما كتلقط عليا، وماشيش مجرم انايا ولا شي حاجه، الدوسيات عندي عند القانون عند اي واحد، ما عنديش شي حاجه اللي هي كتعمرني داعيني بنادم ولا شي حاجه، ولا عمرني جاب شي صداع ولا شي حاجه. كيفاش غادي نجبد صداع مع امه ولا مع اختي ولا شي حاجه؟ انا غادي نقول لها صافي غير سمحي لي، وانا راه لا اله الا الله محمد رسول الله. الام ديالي انا عليا غير بالتقار، الا سمح لي الله في هادشي اللي دارت لي، راه انا سمحت لي هادشي. هو كيف ما سمحت، واخا خرجتني واخا كل شيء، كتبقى ام ديالي وهي راه كنحترمها انا هي وكنقدرها. ولا اله الا الله محمد رسول. بكاتني ما عرفتش، بكاتني الظروف، ربطني الحياه، شي اللي تقارت بزاف، حيت كتشوف الام ديالك كدير فيك بحال هكا وكتشوف فيك في هذا الحالة. لا اله الا الله محمد رسول. ما خدام ما والو، شكون مضروب وداكشي؟ لا اله الا الله، اقدارك كحكم. الوليدات ديالك يعني كيعيشين في الظروف يعني في الدراسه؟ الوليدات لا اله الا الله، الحمد لله والشكر صافي. راه المهم انت كتشوف الحالات، شي هو اللي هادشي هو اللي عطى الله وهادشي هو اللي قدر. قول الرقم ديالك يعني اللي بغا يتساعد معاك، اللي بغا يوقف معاك. الرقم ديالي 07 14 46 75 12. 07 14 46 75 12.
انتم اخواني الكرام متابعي قناه الشعب قناه شوف تيفي، كما كتشوفوا يعني هذه الماساه الانسانيه لشاب متزوج رفقه الاسره ديالو الصغيره المكونه من زوجه واربعه ابناء، تم التشريد ديالهم كما كتشوفوا يعني وطردهم من منزل. كيقول يعني هذا الشاب اللي امامنا بانه هو من تكفل بالبناء ديالو وانفق ازيد من 6 ملايين على هذا المنزل ليجد نفسه بعد خلاف بسيط مع الام ديالو مطرود للشارع، وقام يعني بتشييد هذا الكوخ اللي كتشوفوا امامنا في ماساه انسانيه. ربما صراحه كنتمنى يعني ان هذا الشاب يلقى يعني حل هذه الازمه وهذا الورطه اللي فيها، لان صراحه ظروف لا انسانيه كما كتشوفوا بطبيعه الحال يعني داخل هذا الكوخ هنا بدوار الكرامه بنواحي مدينه هواره. فكنتمنى من اي واحد يعني دخل هذا اللايف انه يبارطاجيه، لان هذا كيبقى مواطن مغربي له الحق في العيش وله الحق في السكن اللائق، فلا يعقل باش ان اطفال صغار انه يقطنوا داخل هذا الكوخ في الظروف المزريه.